بسم الله، في هذا الفيديو حنتكلم عن الميك يوتيليتي. الميك يوتيليتي والميك فايلز هي أداة لتسريع وأوتوميت الكومبايليشن والبيلد للبروجكت، بحيث أنك ما تحتاج تكتب الكومبايلين كود كل مرة تحتاج فيها تعمل بيلد للبروجكت حقك، باستخدام ملف يسمى ملف الميك فايل، وأمر واحد هو أمر الميك. فميك فايل ممكن تكتب الميك فايل بأي اسم أنت تبغاه، ولكن الديفولت نيمز هي إما ميك فايل أول سمول أو ميك فايل الام فقط كابيتال. فتعال نشوف مثال. لو نرجع للكود اللي كنا نشتغل عليه اللي هو هذا، فخلينا ايش نحذف الملفات هذه الإضافية ونرجع للسورس كود فقط، فنقول له rm fact أي ملف اسمه يزيد عن هذه الثلاثة. أوكي، فهذه الملفات الأساسية السورس كود. فكل مرة أبغى أعمل كومبايل لازم أكتب gcc وأحط الأوبشنز اللي انا احتاجها كلها واقول الاوتبوت اسمه ايش، ولكن في طريقة اسهل اوتوميت باستخدام الميك فايل. في هذه الطريقة انت فقط محتاج انك تبني ملف الميك فايل هذا. كيف اعمل ملف الميك فايل؟ ايش البيسك حقه؟ الملف الميك فايل يحتوي على هذا البورشن او هذا الجزء، تارجت كل تارجت يحتاج الى dependencies او requirement، وبعدين الاوامر اللي حينفذها اذا كانت dependencies او requirement متحققة او موجودة. فتعال نشوف كيف نسويها. اول شيء لازم نعمل make file، make file. انا افضل اننا نستخدم طريقة الفاريبلز، هي انك تعرف فاريبلز زي ما هو موجود في هذا المثال، تعرف فاريبلز وبعدين تعوض الفاريبلز هذه في كل تارجت، بحيث انك ما تحتاج وقت التعديل الا انك تعدل فقط الفاريبل ويتعدل اوتوماتيك في التارجتس. فنعمل variables، فعندك مثلا اول variable اللي هو الكومبايلر، تحدد الكومبايلر باي ديفولت اللي احنا نستخدمه الجي سي سي. عندك السي فلاجز وهي الكومبايلر فلاجز، زي ايش؟ زي السي الشو اول وارنينجز، الاوبتمايزيشن. عندك اللينكينج flags وهذه خاصة باللينكر. في عندك ال capital وال small للshared library وال static library هنسيبها فاضية. في عندك sources وهنا هتكتب source files اللي هي .c fact .c ومين .c. عندك الـ objects اللي هي obj، ممكن تكتبها بأي اسم ولكن أنا أفضل الاختصارات. objects هنكتبها بطريقة reference، بحيث إني أقول الـ objects هي نفس ملفات الـ sources أقواس src's، ولكن كل .c بدلها بـ .o. فملفات الاوبجكتس مهما تغيرت، لو غيرت السي حتتغير الاوبجكت اوتوماتيك. ممكن كمان نحط الاكسكيوتابل، ايش اسم الاكسكيوتابل اللي تبي تعمله؟ فانا ابغى اسميه فاكتوريال، هذا الاكسكيوتابل. ممكن
نحط مسج مثلا او اي متغير من عندنا، فانا بقول بحط مسج مسج اقول ايش compiled successfully. اوكي بعدين نيجي نحط التارجتس، نقول الديفولت تارجت هو all، ممكن كمان نعمل تارجت debug، وممكن نعمل تارجت debug وليس debug، وممكن نعمل تارجت clean. فتارجت all خلينا نقول هو يروح يطلع الاكسكيوتابل، فنشوف الاكسكيوتابل هل موجود، ما هو موجود نعمل له تارجت اكسكيوتابل. ايش الريكويرمنت حقت التارجت اكسكيوتابل؟ انه يكون عندك اوبجكتس، فيروح يشيك هل الاوبجكتس موجوده. طبعا ما عندي انا الان باي ديفولت الا السورس كود، الاوبجكتس موجوده، روح اعمل الاوبجكتس من السورس كود. فاقول له ممكن اقول له كذا كل ملف اوبجكت روح دور له على ملف سي بنفس اسمه، واعمل لها كومبايل عشان تطلع الاوبجكت. كيف تعمل لها كومبايل؟ باستخدام الكومبايلر اللي هو سي سي، variable cc حيتحول الى gcc، واستخدم السي فلاجز او بالاقواس سي فلاجز، واستخدم ايش كمان السورسز، لا مو السورسز ما يحتاج السورسز، بس تقريبا السي فلاجز، واعطي كل ملفات السورس ايش هذا، كل ملفات السورس. ولاحظ الرمز هذا اللي هو الاس دولار مع علامة الاصغر، معناتها روح خد الملف اللي هنا على اليمين يمين النقطتين، وبدله بهذا بهذا في هذا الموقع، ورن للكود. طيب ايش كمان ممكن هذه تنكتب بطريقة ثانية اللي هي دوت سي دوت او، وروح شيك على كل السورسز بحيث انه يكون ايش بهذا الشكل. ولكن انا افضل الطريقة الثانية. طيب الان السورسز عفوا الاوبجكتس موجودة، نروح نشغل اللينكر او الاكسكيوتابل تارجت عشان يطلع لنا اللينكر. فكيف نشغلها بالجي سي سي برضو، ونقول له استخدم ال LD flags اللي هي اللينكر flags، بالإضافة إلى show all warnings، بالإضافة إلى أعمل للأوتبوت باستخدام الاسم حق الexecutable. ولاحظ هنا هذه المرة الات معناتها اللي على يسار النقطتين او التارجت وليس الريكويرمنت، اوكي، بينما هنا كانت السهم، معناتها روح شوف السورسز او الا على يمين النقطتين. اوكي طيب بعد ما يعمل ال executable، يصير الاكسكيوتابل هنا موجود، يصير هنا يقول لك اطبع المسج. هنا نقول له ايش
اطبع المسج ايكو. ايكو ايش؟ ايكو مسج، القيمه حقت المسج. لاحظ نقطه مهمه وهي هنا في علامه ات. ات هذه بنستخدمها قبل الكوماند على اساس انه ما يظهر الكوماند اللي اشتغل، فقط يعطيك نتيجته. طيب بالنسبة للكلين وهي حذف الملفات، فيحذف الملفات الغير ضرورية. خلينا نعمل الديبج أول شيء لأنه أسهل. الديبج هو كاستم كومبايليشن، فهذا الكومبايليشن العادي، يروح للأول يعمل الإكسكيوت يطلع الأوبجكت وبعدين يعمل اللينكينج ويطلع لك الإكسكيوتابل ويشتغل البرنامج. ولكن الديبج فقط حيكون اختلاف في الكومبايلينج بإضافة بسيطة، وهي إننا نعدل على أو نعمل overload أو override. أنا أفضل overload للسي فلاجز. فالسي فلاج هأعمل لها overload بإيش؟ بقيمة الـ option G اللي هي debugging. وممكن كمان اعمل debug طبعا اذا كان في اكثر من target، حينفذ التارجت الاول بعدين الثاني بعدين الثالث. هعدل على المسج واقول المسج كمان هاضيف عليها ايش؟ for debugging، وبعدين هيبدأ ينفذ الكومبايلينج. كمان نقول debug، هيروح ينفذ الكومبايلينج عادي اللي هو هذا التارجت حق الاكسكيوتابل، هذا هو هذا. اوكي، فيروح ينفذ التارجت حق الاكسكيوتابل، وبعدين نبغى ايش؟ طبعا الديبندنت او عفوا الديبندنسي او الريكويرمنت الاكسكيوتابل، فاذا كان في اكسكيوتابل قبل كذا لازم نحذفه او نعطيه اسم مختلف. فخليني ايش اسوي؟ خلينا اقول خليه يعمل كومبايل من جديد. هنا هقول له احذف كل الاوبجكت القديمه، اوكي، واعمل له فورس حذف كل الاوبجكت القديمه، لانه خلاص انا عملت لينكينج وطلعت الاكسكيوتابل ما عاد احتاج الاوبجكت. وهنا هيروح يشيك على الاكسكيوتابل هل الاكسكيوتابل موجود. اذا ما كان موجود او عفوا اذا كان موجود روح اعمل غير اسمه، واذا ما كان موجود حيروح يعمله. فانا افضل انه يعني ما ينفع نعمل كومبايل عادي بعدين نعمل الديبج، الديبج حيكون كومبايل لوحده. فهيروح يغير الاسم فقط هنا mv اسم الاكسكيوتابل، بعدين يغيره الى نفس الاسم اكسكيوتابل ولكن حيضيف عليها debug. وبعدين نفس الكلام نخليه يحذف كل الأوبجكتس. الكلين في المقابل حيروح يشيك إذا كان في عندك أوبجكتس أو إذا كان في عندك إكسكيوتابلز
او اذا كان برضو في executable debug كلها حيروح يحذفها. ننسخها كده. ونقول remove واحذفها كلها. طيب ممكن كمان نحط ايش message echo project cleaned. وهنا برضو لازم ايش نطبع المسج بما اننا غيرناها. اوكي طيب ايش كمان ممكن ايش اسوي؟ ممكن في الديباج بس فقط نقول له روح شغل الكلين بعدين كلين تارجت بعدين اعمل اكسكيوت بحيث انه يحذف اذا كان في اكسكيوتابل سابق ويرجع يعمل كومبايل من جديد. وهذا تقريبا الملف كامل. تعال نجربه الآن. باي ديفولت حيصير البروجكت حقك في هذه الأربع ملفات، هذا البرنامج مع السورس كود حقه، وهذه الميك فايل. عشان أعمل كومبايل للبروجكت أكتب ميك، حينفذ. في عندي ايرور هنا نو انبوت فايل، فنو انبوت فايلز فيتال ايرور. طيب عمل ايش اللي عمله؟ عمل الأوبجكت فايل ولكن ما عمل اللينكينج، ففي خطأ بسيط في الميك فايل. ما عمل اللينكينج هنا جزئية اللينكينج، صح ما عمل اللينكينج. ليش؟ لأنه ما في الأوبجكت، ما حطيت الأوبجكت. أحط الأوبجكت أو بي جي بين قوسين أو بي جي أوبجكت. أوكي اوكي فنجي الان نقول ميك كلين ميك كلين ميك كلين. ليه اعمل كومبايل؟ دقيقه خلينا نشوف مره ثانيه. فيم ميك كلين بيروح يشيك هل الأوبجكت موجود، هل هذا موجود. اوكي هو يفترض انها تكون موجودة. طيب ميك كلين يروح يحذفها فقط بدون سواء كانت موجودة او لا. ميك كلين بروجكت كليند، والان هذا هو البروجكت. فنقول ميك، عمل الميك وعمل لك الكومبايل سكسسفولي. الان عندي هذا الكومبايل فاكتوريال، تعال نشغله فاكتوريال. اوكي بدون انبوت نو ايرور بالهلب، ممتاز. لو قلت له ميك ديبج، اوكي قال لك كليند، وبعدين رجع عمل كومبايلد فور ديبجينج، شايف المسج اختلفت. الان صار عندي فاكتوريال ديبج، الاسم مختلف. نلاحظ الحجم، الحجم كبير، ممتاز. لو عملت الان كمان ديبجينج، لا خلي الديبجينج في موضوع ثاني. فميك كلين، ممتاز. ميك كلين ما حذف الديبج. ليش ما حذف الديبج؟ فاكتوريال. نرجع ثاني مرة، فيم ميك
اكزيك، انا كاتب هنا اكس اي اي اكس اي، فهنا اكزيكت عشان يحذف كمان حقه الديبج. طيب فصار عندنا الان ميك كلين، ممتاز، رجع الملف زي ما كان. طيب وخليني اعرض لك بس ملف الميك عشان هذا ملف الميك كامل. فلاحظ يبدأ بالفاريبلز، هذه كلها فاريبلز متغيرات، هذه تارجتس، فعندي 1 2 3 4 5 تارجت، وهذه كلها فاريبل. طيب هنكمل على المقطع الديبج في الفيديو الجاي.